ارجع مع دكتور عبد الرحمن. فكره الوعي، يعني اهميه الوعي الشامل، الوعي المجتمعي والمظله القانونيه اللي بتحمي مسطحاتنا المائيه من التلوث مثلا زي خليج السويس او في اي جزء اخر من المياه الاقليميه. هو اي قانون بيتحط له بعد اجتماعي وبعد ضبطي، يعني يضبط بيه العمليه الانتاجيه او العمليه المنطقه الحته اللي هو نازل عليها القانون. عشان كده لما جم غيروا، لما القانون اتغير، القانون 24 لسنه 84 ده قانون قديم جدا. الحته اللي الشيخ بكر كان بيتكلم عليها ان التلوث، وان انا احيانا كتير ما بقدرش اعرف اسيطر على على المجتمعات عامه، فمفيش قانون رادع. كان لما اتنقل القانون من الهيئه وتحولت لحاجه تبع على طول مباشر لمجلس الوزراء. أيوة. ده خلاك ان انت دلوقتي جهاز بقى حمايه، جهاز حمايه تنميه الثروه السمكيه. اه تحولت لجهاز، الجهاز دوت بقى اقوى واكثر سلطه، لانه مباشر عاد دلوقتي يقدر شيخ صيدين يقول انا عايز ضبطيه تنزل تظبط السفن دي ولا اللي بيرمي صرف مصنع ولا حاجه. بقى في القانون هنا حدد كمان القيمه، الغرامه شكلها ايه، هسحب السفينه، هشيل الصياد او هوقفه عن الصيد في وقت معين، هسحب منه الترخيص. بقى قانون رادع شويه، بقى في قوه ضبطيه للقانون. زمان ما كناش شايفين دوت، لان لما تيجي مثلا هيئه الثروه السمكيه تيجي تشتغل هتضطر ترجع للقوة الضبطية عشان ينزل، لازم يبقى فيه تنسيق ما بينهم، والتنسيق دوت احيانا بيبقى يتخلى له وقت، تقوم جاي المجتمعات كلها تقوم، او الصياد يبدا، او الناس اللي في المنطقه المتعدي مثلا.